سؤال 15. A company is trying to decide which competitive strategy it should try to implement. أي استراتيجية بدها تنفذ. Since the company has recently started producing Halloween products and selling them in its Halloween stores. يمكن هذه الهالوين تبعت الاشكال تبعت اللي بحطوها على الوجه البراقع وكذا. إذن بدأت تنتج منتجات هالوين and selling them in Halloween stores in its محلات الخاصة a few months prior, يعني قبل ما يبدأ العيد تبعهم هذا. It is trying to focus on low cost, بتركز على التكاليف الأقل. The company believes that it will give it a competitive advantage since much of the competition across the nation is selling more expensive. إذن الشركة تعتقد بأنه هذا سيعطيها قيمة مضافة تنافسية بتكاليف أقل. Much of the competition across the nation is selling more expensive لأنه التنافس مع الشركات الأخرى بيبيعوا بسعر أعلى. Which competitive strategy should the company most likely try to implement? تبيع على مستوى واسع جدا بتتنافس ناس أعلى بيبيعوا بسعر أعلى. فإذا بتتنافسهم معناته بدها تكون يعني الكواليتي تبع المنتج ممتازة. والكواليتي هذه مش معناته تركز على التكلفة زي ما مروا علينا بالسؤال السابق تصير توفر شغلات كثير. لا، بدها تشتري كميات ضخمة وبده يصير عندها ليرنينج كير وبدها تشتغل على الايكونومي وسكيل زي ما هي سيارات تويوتا تبعت تويوتا اليابانية عم ليه؟ لأنه عندها ايكونومي وسكيل، عندها افيشنسي، عندها يعني مصانع ضخمة جدا، كميات ضخمة، مستودعات إلى آخره. إذا لازم تكون قائدة في الكوست، كوست ليدرشيب، حساب التكاليف، اشتراء بكميات ضخمة، كل شيء تحسب حسابه، تحسب حساب الكواليتي إلى آخره، تتنافس بشكل لا محلات كمان. شوف إن إتس هالوين ستورز. إذا ما في كوست فوكس وإنما في كوست ليدرشيب، يعني زي الإيكونومي وسكيل، يعني بتعرف تكاليف وبتعرف توفر تكاليف بدون ما تأثر على الكواليتي تبع المنتج إلى 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 آخره. إذا الجواب عندنا المفروض كوست ليدرشيب. ديفرنشيشن لا، لأنه ما حكى شيء له علاقة بالديفرنشيشن. يعني الناس تطلع على البرجع وتطلعش على كفاءة البرجع، يعني شكله كذا بس. كوست فوكس لا، مش معناته احنا بدنا نبيع شغلات رخيصة وكذا ونرو، لا بشكل عام. وين هنا؟ Across the nation، يعني مش شغلة نرو وإنما across the nation، مش منطقة معينة. إذا focus differentiation، قلنا differentiation ولا هذا ولا هذا، ما في تركيز على differentiation. بظل الكوست، والكوست معناته الكوست ليدرشيب، لأنه الكوست فوكس ما بتزبط معانا لأنه في تنافس كبير، معناته بدنا ننتج كواليتي وبدنا نشتري بكميات ضخمة وبدنا نحسب حساب التكاليف، مش زي السؤال اللي مر معنا قبل شوي تبع الصحون البلاستيك. إذا الجواب عندنا إيه؟ المفروض إيه؟ هذه إيه؟ Cost leadership seeks a competitive advantage through lower cost that have a broad competitive scope. Broad مش narrow. Since the company is selling its product at low cost and it has many competitors across the nation. عندها منافسين. It has a broad competitive scope. يعني في تنافس واسع وبالتالي بدها تكون قائدة في احتساب التكاليف مشان تطلع تكاليفها قليلة
عشان تقدر تنافس هالوضع الصعب اللي هي في عدة شركات عم تنتج نفس المنتج. الجواب عندنا ايه؟ لسؤال 15. سؤال 16 blowing a lay صالت مش blowing bowling 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 صالت البولينج bowling بس مش مشكلة bowling a lay صالت البولينج has identified three revenue streams with the following income statement. هاي bowling equipment rental استئجار و food sales مبيعات الأكل أثناء اللعب revenues و variable cost و direct employee salaries و common costs و income and loss. طبعا لكل خط من الإيش أو لكل نشاط من الأنشطة استئجار وبعدين باولينج اللعب الرسوم تبعت اللعبة وبعدين كمان الأكل. The most important consideration in determining whether to discontinue its food sales. طبعا ليش بده يعمل discontinue لهاي؟ لأنه هذا طلع خسران. بيبيع 1,200,000 variable 1,150,000 direct employee salary 120,000 common cost 365,000 وهكذا. خسران. فلازم تفكر قبل ما تسكر هذا الخط لأنه خسران. Whether to discontinue its food sales is employee moral. يعني الموظفين تبعينك معنوياتهم بتقل. يعني بدهم يأكلهم وقاعدين موظفين مشان يأكلوا. لا. It is its interrelationship with other products. أكيد لما بتوقف الأكل الناس بتبطل تيجي تلعب لأنه الناس بدها أكل. فانت اخسر هون مشان تربح المليون. فلا بد ما يكون في تداخل زي اللي بقوله احنا بنبيع سلع معينه بالسوبر ماركت رخيصه جدا وبنخسر فيها مشان نجر الزباين. هذا الموضوع موجود على فكره بشابتر 12 من بارت 1 حنيجي بالمالتيبل تشويسز. ذا ابيليتي تو انكريز فود. هتقدر تزيد الفود؟ بزعلوا. لا خليهم ياكلوا مبسوطين. لانه بتخسر من هون تربح هون. تمام. طبعا هون الرنت معناته انت عم بتأجر بعض المعدات وكذا. The ease of implementing activity based costing to better assign cost. شو يا عمي كيف ما حسبته مش حتفرق كثير. الفكرة انه بعملية التعامل مع البرودكتس لابد ما تاخذ في تداخل او تأثير بين المنتجات على بعضها البعض وبالتالي يجب ان يؤخذ اللي هو الجواب بي بالاعتبار انه لما بتسكر هذا انت ممكن هذا يخسر كثير ويسكر كمان فخليه مفتوح حتى لو بخسر. اذا هذا بسموه its interrelationship with other products علاقة هذا مع هذول الاثنين. يعني الاكل ضروري باللعبة. اوكي الجواب عندنا معناته بي لسؤال 16 هذه بي. The service line food sales could impact the sales of both bowling and equipment rental. Discontinuing the food sales line might negatively affect the other two service lines. بيأثر. And the bowling alley should further investigate the matter. لازم تبحث وتفكر قبل ما تتخذ قرار بإغلاق ذلك الخط الإنتاجي. أو الخط الربحي أو الخدمي أو طبعا. الجواب عندنا قلنا بي سؤال 16. سؤال 17 Strategic Business Unit ملخصة SBU has a high relative market share RMS and low market growth rate. طبعا هاي لا يمكن نفهمها إلا إذا جبنا هاي الرسمة. هاي هاي ريليتيف ماركت شير. هاي هاي ريليتيف ماركت شير. وين الهاي؟ هاي الهاي. هاي 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 هاي. And low market growth. هاي الماركت جروث. هاي اللو. يعني هاي مع هاي معناته المنطقة هاي. According to the growth share matrix. هاي الجروث شير matrix. For competitive analysis created by Boston Consulting Group اللي هي تبعت جامعة بوسطن أو ولاية أو وات ايفر مدينة بوسطن.
كونسلتنج جروب اللي هي مجموعه استشاريه لبوسطن. Such SPU اللي هي strategic business unit is considered as what? هاي شو يعني؟ هايها cash cow. لما بتكون هاي وهون لو يعني الماركت جروث ما في نمو وريليتيف نصيبها عالي جدا، اذا تستمر مع الكاش كاو. اذا الكاش كاو ما هي من رسمه بدك تحفظها. اذا الجواب سي. ستار كويشن مارك دوجز ما في غير سي، هذه سي ما بدي اقراها، ما ادري الرسمه. سؤال 18. In the Boston Consulting Group a growth share matrix, the strategic business unit are strong competitors in a high growth market but usually have modest net cash flow. بالهاي جروث ماركت، هاي جروث ماركت هاي هون، but usually have modest net cash flow، يعني النت كاش فلو قليل. شو معناته المنطقة هاي؟ هيها هاي جروث ماركت وموديست نت كاش فلو، نت كاش فلو قليل. أنا معلومتي بالمادة النظري إنه الستارز دائما عم تستثمر وبتتوسع لأنه عم تنمو وبالتالي ما في كاش، يعني الكاش دائما وين ما بيطلع بنوديه، نستثمره هنا وهنا وهنا في مواقع معينة في مناطق معينة في مالتي ناشونال كمبانيز إلى آخره. إذا هذه الحالة هي شو؟ أنا برأيي ستارز. هيها هاي الهاي، طبعا الهاي يا ستارز يا كويشن مارك. هاي الهاي يا ستارز يا كويشن مارك. أنا برأيي ستارز. اوكي يوجوالي هاف مودست نت كاش فلو. ليش هون انا عندي معلومه انه بالستارز ما في حتى بوزعوش ديفيدنت لانه عم ينمو، بنمو ارباحهم كلها متراكمه عندهم ار اي بيستثمروها وبيشتغلوا عليها. اذا المفروض انا برايي المفروض دي، هذه دي. ستار از سترونج كومبيتيتور ان هاي جروث اندستري. نعم هي strong competitor، منافس شديد كبير. It is profitable but needs large amount of cash for expansion. ما بدهم يوزعوا، بدهم يتوسعوا. تمام؟ و research and development and meeting competitor attacks. وتواجه وين في مشاكل مالية تنتج من المنافسين عم بيعملوا لها. خلنا نسميها منافسات شديدة في الأسواق المختلفة. إذا الجواب عندنا دي لسؤال 18. سؤال 19. Strategic business unit has a low relative market share. لازم افتحها. بدك تكون عارفها. Low relative market share. High relative market share. هاي اللو. And high market growth. High market growth. هاي الهاي. إذا هون احنا. According to the portfolio model of competitive analysis, the growth share matrix تبع أكيد Boston Consulting Group SPU is considered a question mark. هاي هون low with high. بس هاي هو question mark معناته B. Okay هذه B. برضو مش راح نقراها لأنه شفناها سهلة. 20. According to the growth share matrix approach developed by the Boston, harvest strategy is most likely to be used for SPU that are. الهارفست هو الحصاد. أنت عارف بالحصاد بدك تحصد وتروح. بالقمح بنحصد وبنروح، كنا نحصد وإحنا صغار. ما فيه. لا بدك تسقي ولا بدك تستثمر. اذا بالحصاد هل هي question mark and may become stars؟ لا الكويشن مارك بروح ستار، ما في حصاد. strong cash cows؟ لا مش strong cash cows.
السترونج كاش كاوز بدك تحلب من البقرة أكرمكم الله وبدك تطعمها. تطعمها معناته في استثمار. الحصاد لا. إذا ويك كاش كاو. إذا كاش كاو ويك. كاش كاوز ويك. ما في طعم، خلاص بتاخذ النتيجة يلا روح. دوك ذات ريديوزز مكان فاضي. مبين. هارفست اتذكر احنا بنحصد من نجمع المحصول، ما في بنجمع المحصول ما عندنا شيء نصرفه. اذا ويك كاش كاو خلاص باخر المراحل. طبعا السترونج كاش كاو في شويه استثمار للحفاظ على قدره البقره انها تعطيك الحليب، بدك تضلك تطعم عشان تعطيك حليب كاش كاو. بس ما في تروح على الستارز وتوسع وتستثمر، لا بتكون ثابته. اذا في حالتين للكاش كاو، واحده سترونج اللي هي ادفع شويه مشان تمشي الامور، وواحده ويك ما بتدفع شيء. يعني بهالمعنى. اذا الجواب عندنا سي سؤال 20. بدي اقراها هاي. Each strategic business unit should have objectives. كل وحده بزنس لا يجب ان يكون لها اهداف. طبعا الاستراتيجي بزنس يونت قد تكون فرع لشركه او الشركه نفسها. استراتيجي شود بي فورميليتد تو اتشيف ذوز اوبجكتيفز، لازم تحط الاستراتيجيات لتحقيق الاهداف. قبل شوي كنا نحكي بالاستراتيجيز. اند اي بادجت شود بي الوكيتد، ولازم تحط البادجت لتحقيق الاهداف، وما هي المصاريف، ما هي الايرادات المتوقعه والى اخره. حنيجي بشابتر 10 للموضوع. A harvest strategy maximizes short-term net cash inflow. الهارفست بدك تجيب، يلا جيب قمح، هلا بدي قمح. cash inflow maximizes short-term net يعني قصير الأجل. خذوها معلومة ممتازة هاي. harvesting means zero budgeting R&D، ما في استثمار، ما في research and development، خلاص آخر مرحلة. reducing market cost، ما في تسويق. Not replacing facilities، ما تبي تبدل البقرة وخلاص مع السلامة بعدين على الذبح، يعني هتسكر الشركة. This strategy is used for weak cash cows and possibly question marks and dogs. يا سلام حطوها معلومة كويس إنه قريناها. كمان هاي الاستراتيجية الكاش كاوز possibly question marks and dogs، كله بدك يصفر. question mark كمان ممكن ترجع وتصير dog، والدوغ بدنا نخلص منه. دوك شو بتشوفه دائما بالشارع؟ مدلل لسانه وبلهث، دائما يلهث، حتى لو كان شبعان بلهث. اذا ما معنى شو؟ الشركه فيها مشاكل. دوك ليش سموها دوك؟ الشركه فيها مشاكل، فيها مشاكل دائما، الرواتب تدفع بصعوبه، المشتريات يعني بهالمعنى، التيرن اوفر بالموظفين عالي جدا، كلها بدها تهرب. اوكي؟ اذا الجواب عندنا 21 سي. 21 according to the Boston Consulting Group portfolio model for competitive analysis strategy for a strong cash cow should be strong هلا strong cash cow. هذه الكاش كاو هلا قبل شوي مرت علينا strong week. harvest ولا divest ولا hold ولا build؟ انا برايي hold، خلينا نحلب هولد. ما ادري عاد تطلع صح ولا غلط، بس انا المزاج تبعي مع الهولد. كاش كاو مع الهولد. بيلد تبني، هولد خليك زي ما انت. الكاش كاو فيها حليب، اطعم وجيب حليب. اذا الجواب سي، هذه سي. هولد استراتيجي از يوز فور سترونج كاش كاو، بليز حط على جنب وانت تقرا. كاش كاو هولد. It is necessary if the business is to continue to generate large net cash inflow. مشان نكمل نحلب. يعني البزنس حيظل يجيب لي كاش فلو. Harvesting might impair strong cash cow ability to generate long term positive net cash inflow. الهارفستنج معناها شو؟ انقطاف. خلص بدنا نسكر.
فبتعمل impair للكاش كاو ability to generate. إذا الهارفست ما في عادة استثمار وإنما الكاش كاو is weak خلاص الهارفست معناه محصول بدنا نحصد ونروح. إذا impair might impair الهارفست بيخرب علينا strong cash cows ability to generate long term positive net cash inflow. الجواب عندنا سي. Hold. 22 a typical life cycle progression تقدم for a successful firm within Boston consulting growth share matrix is يعني typical life cycle progression for successful firm الشركة عم تنجح واللايف سايكل لها مراحل introduction وبعدين شو بسموها growth وبعدين maturity وبعدين inclining يعني أو declining وكذا مرت علي نرجع للمادة النظرية. إذا ما هي الدورة؟ طبعا الدورة إنه نبدأ بالستار بعدين question mark. لا يا عمي الستار بتيجي مع بعديها الكاش كاو لأنه بعد ما تصير ستار بدك تهدى ستار عم تتوسع بعدين تهدى معناته كاش كاو. إذا ستار وذ كاش كاو بعدين كوشن مارك بعدين دوجز هاي عندي هون الترتيب question marks بعدين star بعدين cash cow بعدين dogs. طبعا انا يعني كنت بدي اجاوب على انه star cash cow question mark ما بصيرش star وcash cow وتروع question mark يعني القطع هنا ما بصير من زاوية لزاوية جنب بعض هيك انا كنت بدي star cash cow بعدين question mark بس انا ما عجبتني question mark هاي ستار وكاش كاو كوشن مارك لا يعني يا ستار يا كاش كاو ستار كاش كاو دوجز بعدين كوشن مارك بعدين ستارز وهكذا. اذا الافضل نبدا بكوشن مارك تعرفين كوشن مارك يعني عليها علامات استفهام وكذا ويمكن عندها ظروف معينه لكنها مش زي الدق فيش رواتب فيش كذا فيش في عدم سداد ديون الى اخره. اذا question mark star cash cow dog لأنه star cash cow dog هاي صح star cash cow dog هاي star cash cow dog صح معناته هاي صحيحة question mark star question mark لا ما بصيرش هيك الستار تنزل على الكاو question mark cash cow question mark cash cow زاوية لا غلط فبليز حاول انك انت تعرف كيف تتعامل مع هكذا حالة. إذا الجواب عندنا question mark star cash cow dogs معناته بي 21 هذه بي ما بتقراي هذه خلينا نقرا هذا progression is from question mark to star cash cow and dog accordingly firm should consider strategic business unit current status and It's a probable progression when formulating strategy. Okay, معروف إنه لازم تمشي بالطريقة اللي ذكرناها من question mark to start to cash cow to dogs. طبعا هاي كل المعلومات مفسرة بالمادة النظرية جعلها أنا شارحها بنفس المسمى تحت نفس المسمى بشابتر 9. طيب سؤال 23 خلصنا من سؤال 22 وقلنا الجواب عنه B هذا B 23 A company has developed and implemented a wireless charging feature خاصية الشحن اللاسلكي into one of their flashlight مصباح يدوي يعني المصباح اليدوي صار يشحن لاسلكي no other competitor in the marketplace currently offer this feature ما في منافس بيعطي هذه الميزة بالمنتج in a marketing research في أبحاث التسويق study The vast majority of consumers indicated that they would pay a premium of this feature.
in a marketing research study في دراسة الأبحاث تبعت التسويق a vast majority of consumer عدد كبير من المستهلكين indicated that they would pay a premium for this feature إنه المستهلكين قالوا والله بندفع زيادة مشان هالصفة إنه بتحط المصباح اليدوي وبتركبه على الواي فاي وبصير يشحن يعني زي التلفون العادي زي النت العادي Which one of the following is best strategy to bring this product to the market? أي أفضل طريقة أنك أنت تنزل هذا المنتج؟ هل هو porter cost strategy؟ هل focus strategy؟ هل porter differentiation strategy؟ هل porter ما في غير differentiation؟ منتجك مميز متميز عن المنتجات الأخرى differentiation زي الآيفون زي سامسونج زي الهواوي مميز عن غيره. هذا نفس المنتج مميز عم بشحن واي فاي اذا الناس بدها تشتريه لانه متميز اذا ما في غير سي ديفرينشيشن استراتيجي طيب اذا الجواب سي ما بدهاش حكي لا هي تكاليف لا بالعكس بجوز يكلف كثير فوكس استراتيجي تركز على التكاليف وتنسى قضيه التطوير التطوير وشغله مميزه اذا الجواب عندنا سي هذه سي Differentiation is the generic strategy of entities that seek competitive advantage. أكيد تعطيك إشي بيميزك عن كل الآخرين. Through providing a unique product. من خلال تقديم منتج نادر. ما فيش زيه. متفرد. The company uses the focus differentiation strategy by introducing a wireless. يعني focus differentiation strategy. بركزوا على التميز. By introducing a wireless charging feature that no other competitor offers in the marketplace والتي لا يستطيع أحد أو على الأقل بالوقت الحالي ما حد بيقدم هذا المنتج ينافس منتج ينافس هذا المنتج إذا differentiation إذا الجواب عندنا لسؤال 23 سي سؤال 24 products identified in the BCG growth share matrix اللي هي بوستون consulting group as cash cows possesses relatively cash cow لا. طيب هاي الكاش كاو طلع الكاش كاو شو relative market share high ولو market growth اذا الماركت جروث لو هيها هيها لو وهاي هاي relative market share يلا ماركت شير هاي ريليتيف ماركت شير ولو ماركت جروث هيها مزبوط اذا الجواب ايه هيها لو ماركت جروث لو جروث ماركت وهاي ريليتيف ماركت شير وهاي ماركت شير إذا الجواب عندنا إيه ما في نقاش هاي إيه ما بدي أقرأ هذول لأنه مش مناسبات للنص خلاص مبين يعني هاي لو ماركت شير غلط هاي ماركت شير وذ لو وهاي ماركت جروث مش هاي هاي لو لو ماركت شير وذ لو ماركت جروث لا هاي إذا ما في غير إيه طبعا انا مش راح نقراها ما مبينة ما بدهاش بس خلينا نقرا هاي كاش كاو از بزنس يونت ذات هاز ا لارج ماركت شير ان ماتشور وسلو جرو اندستري نفس الكلام اللي شفناه قبل شوي هي سلو هي سلو يعني لو اوكي اذا الجواب عندنا 24 A أنا بجيبها مشان الصورة هون ما يضيعش الكلام ما يجيش الصورة تاكل الكلام هذا إذا الجواب عندنا A
سؤال 25. A company is the leading company قائدة in the premium bottled water industry صناعة المياه المعبأة الممتازة. Its growth is mainly نموها ينتج من driving by negative health publicity دعاية صحية سلبية لمين للمشروبات الأخرى on carbonate soft drink اللي هي تبعت المشروبات الغازية and other sweetened beverage والمشروبات اللي فيها حلو. Extensive inventory and distribution infrastructure is needed to compete in this industry. بده يكون عندك مخازن ضخمة وكمان قاعدة بسموها بنية تحتية كيف توصل وكيف تتواصل وكيف كذا مشان تبيع يعني تتابع عمليات المبيعات والإنتاج وإلى آخره. خطوط معبدة infrastructure. Its main packaging material can be sourced either locally or easily imported from overseas. إذا المواد تبعت الباكجينج ممكن إنها تنتج إما بالداخل أو تستورد من الخارج. With its 60% market share, عندها 60% من market share, the company is able to influence prices and competitive activity. إذا تقدر إيش؟ تقدر تأثر على الأسعار وتقدر تأثر على التنافس بمعنى أنها تأخذ السوق من غيرها تلعب بالسوق أو تسيطر على السوق. The second biggest competitor holds 20%. المنافس الآخر بأخذ 20% market share. While the remaining 20 is shared by many small companies. بينما 20% من السوق الباقي عدد كبير من عدد من الشركات الأخرى. إذا شركة 60% وشركة 20% المنافس والباقيين عدد من الشركات بتنافس على 20%. Supermarkets and other grocery retailers are the largest customer segment. إذا السوبر ماركت اللي هي المحلات التجارية وكمان بائعي التجزئة تجار التجزئة تبعين البقالة are the largest customer segment يعني أكبر عدد من الزبائن المحلات اللي هي السوبر ماركت وبائعي التجزئة تجار التجزئة accounting for approximately 45 هذولا بيشتروا تقريبا 45% هذول اللي هو الجروسري ريتيلرز اند السوبر ماركتس بيشتروا تقريبا او يعني بيحاسبوا تقريبا على 45% من المبيعات يعني بيشتروا مبيعات 45% the supermarkets and grocery retailers are driving value growth and grocery are driving value growth يعني عم بيزيد مشترياتهم and are undergoing consolidation into larger supermarket conglomerates وبيعملوا اجراءات مشان يعملوا اتحاد مستهلكين لسوبر ماركتس والريتيلرز بدهم يعملوا تكتل using Porter 5 forces which one of the following statement best reflect the industry environment اذا استخدام بورترز الخمسة هذول اللي حكينا عنهم قبل شوي خليني بس أنا هلأ بسؤال 25 حرجع لهذا بس أجيبه لا مش هالي سوري أنا بدي هلأ أنا بشريحة كم شريحة 48 أجيب هاي شريحة أسعى هاي أوكي إيه 48 بحط هاي هون متذكرينها threat of entry intensity threat of substitute بس بنذكر فيها بس
low profitability but can increase due to increased power of buyers. Using the Porter 5 forces, which one of the following statement best reflects the industry environment? Industry. هل هي low profitability؟ لا. لأنه الناس بدها تشرب المية النقية وبدها تخلص من قضية الصودا والمشروبات الغازية والمشروبات تبعت الحلو. Low profitability due to low threat of substitute. يعني هذه low profitability but can increase. لا هي مش low. Increase power of buyers. يعني زيد عدد البايرز. ما لها معنى. Low profitability due to low threat of substitute and new entrants. هاي ما هم اثنين 61% 21%. إذا مش low profitability. إذا the industry environment طبعا احنا بنحكي عن الاندستري تبعت المي شرب المي. أكيد high profitability but can decrease the due to increased power of buyers. لكنها قد تنزل تنخفض بسبب انه الجماعه هذول الكاستمرز عم بيحاولوا يعملوا تكتل بصيروا يتحكموا بالسعر اللي بدهم يشتروا فيه. High profitability due to high power of buyers and seller. To increase power of buyers. Due to increase power of buyers. Due to high power of buyers and sellers. لا. المفروض C. To increase power of buyers. بسبب التحالف تبعهم conglomerates بدهم يعملوا اتحاد مستهلكين. يقول لك لا بدناش نشتري يلا خليه عندك بدك تضطر تنزل الاسعار. اذا هي عندها ارباع عاليه لانه منتج ممتاز ونقي وبأثر بالصحه ومفيد للصحه وبدون الناس تخلص من المشروبات الغازيه والمشروبات اللي فيها حلويات وكلام فاضي. اذا هي هاي بروفيتابيلتي بوت كان ديكريز ولكن ممكن تقل بسبب انه الجماعه عم بيعملوا اتحاد بيناتهم المستهلكين. Due to increase power of buyers. هاي الجروسري ستورز، الريتيلرز والسوبر ماركتس. إذا الجواب عندنا سي، هذه سي. The company is able to achieve high profitability, okay, in the growing premium bottled water industry. Okay. بالنمو هذا والصناعة وعليها إقبال والصحة مهم الناس الصحة للناس. However the supermarkets and the grocery retailers are undergoing consolidation into larger supermarket conglomerates. بدهم يصيروا اتحاد تكتل. Which will result in a stronger buyer bargaining power and puts collective pressure on the company. هذا سيؤدي إلى أنه قوة المشترين حيكون أقوى. Stronger buyer bargaining power and puts collective pressure on the company. وبيصير ضغط جماعي من كل المستهلكين، معظم المستهلكين اللي هم هيهم 45% منهم of sales for approximately 45%. إذا بيأثروا. إذا هذا الجواب سي. هذا سي. سؤال 25. 26. Analyzing a company technological capabilities. قدرة التكنولوجيا في الشركة. Employees skills. مهارات الموظفين. And sales team performance. كفاءات مندوبي المبيعات أو قسم المبيعات. Will provide. شو هذا كله؟ Technological capabilities. هل هو external factors؟ لا. هل هو internal factors؟ نعم. That identify the company's strengths and opportunity. طيب. Strengths and opportunities. Strengths بس الـ opportunities تيجي برا. مش internal. External factors غلط. Internal that identify the company's strengths and weaknesses. Yes. The strengths and weaknesses جوا. والجوا تخص التكنولوجيا تبعت الشركة. Capabilities. والemployees. Employee skills. And sales team performance. مندوبي المبيعات. قسم المبيعات. نشاطهم. إذا الجواب عندنا دي. بين السلافة. هذا كله داخلي. إذا الداخلي بده strengths and weaknesses. وما فيش عندنا غير internal و internal. إذا الجواب عندنا دي. هذه دي. Strengths and weaknesses are usually identified by considering the entity capabilities and resources, its internal environment. معلومة مضافة.
27. Which one of the following describes what an organization wants to accomplish and leads to the formulation of long-term business objectives? إذن أي من ما يأتي يصف الorganization want to accomplish؟ شو بدنا نعمل؟ ما في غير المشن. المشن هي البداية، شو بدنا نعمل؟ And leads to the formulation of long-term objectives. بعد المشن بنحط long-term objectives، نضع الاستراتيجيات والتي تتمثل في اللي هي broad objectives، الأهداف واسعة العريضة الرئيسية. إذا ما في غير دي بصراحة، شو استراتيجي وفاليوز وكومبيتنسز، ما في غير دي ل 27. هذه دي. The mission statement summarizes، يا ريت تكتبها وأنت تقرا، وأنت تقرا اكتبها عجل تلخصها، عيدها وأنت نايم اقراها، احفظها. The entity reason for existing and provide the framework for formulating the company's strategy. لوضع الاستراتيجيات بعد ما تحط المشن. الجامعة لها ميشن، والبنك له ميشن، ومصنع البيبسي له ميشن، ومصنع الألبان له ميشن. اوكي؟ طيب، الجواب عندنا دي معناته ل 27. 28. What type of plan is formulated at the highest level of management؟ ايش الخطة اللي بتنعمل على مستوى أعلى بالإدارة؟ Takes the broader view of the company and its environment، والتي تركز على النظرة العامة للشركة والظروف المحيطة كمان بالشركة. is the least quantifiable، والتي لا تختص بالأرقام، حكي عام. بقينا نحضر اجتماعات كلمتين رئيس مجلس الإدارة والأعضاء يقولوا وروع، عاد المدير العام يصير ينافخ بهالسيجارة تبعته. and determine the future nature of the firm، طبيعة الشركة بالمستقبل. its products and its customers، منتجاتها وزبائنها وهكذا. ما في غير اكيد المشن، اذا ما في مشن بدك تروح على الاستراتيجيك بلان. تمام؟ استراتيجيك بلان يعني مصطلح مهم، مشن ستيتمنت بعدين استراتيجي، بعدين بتحدد الاوبجكتيفز، وبعدين بتحط عندك البلان. اذا ما في غير استراتيجيك بلان. هذه سي. Strategic plan sets the overall objectives for an entity and guides the process of reaching those objectives. كيف تصل تلك الأهداف؟ It has a long-term planning horizon. إذن long-term معناته شو؟ horizon أفق، عشر سنين إن شاء الله. Strategic planning begins with the mission statement and focuses on such concerns as which products the company will produce and what customers are to be served. إذن أول إشي mission statement، وبعدين يتم التركيز على إيش؟ على on such concerns as which products the company will produce، أي منتجات راح يتم إنتاجها، and what customers are to be served، وأي نوع من الكاستمرز اللي لازم تخدمهم الشركة وتقدم لهم خدمات تعامل معهم. It is the least quantifiable of the planning techniques. إذا ما في quantification للتخطيط، وإنما in general generalization، مشتق من المشن والاستراتيجي or strategies to be formulated. منكون خلصنا هذه الجزئية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.